يلعبها للأمام يبعدها الدفاع يساعدها يدير الخطير يدير محاصر محاولة مرور يدير يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد الله مروعك الله مروعك يدير بطريقة رائعة بمهارة عالية بمجهود فردي يسجل إيطاليا في الدقائق الأخيرة. شوفها من المحارب كليني زازا تحضير بالرأس بين ثلاثة أربعة مدافعين مر عدا سدد ضرب سجل هرب تقدم وأداء وقدم من طرب نعم طرب ليدير في مقتل وضعها في شباك السويد. إيطاليا تخطف بطاقة العبور لدور الستاش بقدم يمنى رائعة من يدير في زاوية بعيدة للمنتخب السويدي. فعلها الطليان ناموا طول طوال المباراة وكانوا منضبطين لم يكونوا نائمين بصراحة كانوا منضبطين في الخلف طوال المباراة وخطأ